لما بنحكي موسيقى بنحكي عن فن ما بينتهي. كيف لما بنجمع عدة فنون مع بعض، تلحين، غناء، مسرح، رقص، بنحكي عن الأوبرا. ولما بنحكي أوبرا بنرجع بسنين لأواخر القرن الستاش لحتى نتعرف أكثر على الأوبرا. تعالوا نحكي موسيقى. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج تعالوا نحكي موسيقى. انا الياس مرجية واليوم معي ريم عودة، واحنا متواجدين في القدس. كيف كريم؟ اهلا الياس، شو اخبارك؟ تمام، منيحه. اليوم نحكي عن الاوبرا. انا كثير مبسوطه انه اليوم احنا بحلقه مشتركه عن الاوبرا، وانه راح نوصل هالثقافه الكبيره هاي للناس. لأنه دائماً لما إحنا منسافر على دول أوروبية منسمع إنه في مبنى الأوبرا، دار الأوبرا، منروح منشوفه ومنصوره ومنسمع فيه. طب ليش هالقد هذا المبنى مهم؟ شو بيختلف عن مسارح تانية؟ مين اللي بغني فيه؟ شو العروض اللي بتكون هناك؟ شو معنى أوبرا بالآخر؟ يعني شو هالثقافة هاي المهمة بأوروبا اللي إحنا شوي يعني كمجتمع بعيدة عنا؟ فاليوم حابين نتعرف شوي أكتر على الأوبرا. طيب بعد هالافتتاحية الحلوة هات نبلش نحكي موسيقى، تاريخ الأوبرا. أوكي، خلينا نروح مع بعض عبر الزمن لأواخر القرن السادس عشر لما بلشت الأوبرا تظهر. الأوبرا هي كلمة إيطالية معناها عمل، هي عمل متكامل. لما إحنا بنروح بنحضر كونسرت أوبرا هني بيغنوا آريات من أوبرا، ولكن الأوبرا على المسرح هو أوبرا، هو عمل متكامل، لأنه الأوبرا هي مسرحية اللي تعتمد على الموسيقى. بيكون في عنا سيناريو أو نص أو شعر، بيجي ملحن موسيقي بيألف موسيقى لهذا النص، يعني في نص بعدين في موسيقى، بيجوا مغنيين محترفين لغناء الأوبرا بدرسوا النص وبدرسوا الموسيقى وبعرضوه على مسرح أوبرا. هلأ شو أوبرا يعني عمل متكامل؟ يعني في ممثلين، في مغنيين، في رأس باليه مرات، في أوركسترا كبيرة أو صغيرة للموسيقى بتكون حية يعني مباشرة، في ديكورات، في إضاءة، كل هاي الأشياء اللي بتخص عرض مسرحي بتكون قائمة في مسرح أوبرا. طب مين اللي ابتدى في أول عمل أوبرا؟ أول أوبرا وجدت ولقوها لدافني لجاكومو بيري، كانت ناقصة أو كانت ضايعة. في كتير أوبرات راحت يعني ضياع زي لأوبرات مونتيفيردي. هاي كانت أول أوبرا مذكورة في تاريخ الأوبرا. في أي بلد كانت؟ في إيطاليا. طيب إحنا عم نحكي موسيقى ونحكي أوبرا، معنا فنان أوبرا صوت رائع وفنان من بلادنا، الفنان طارق وهبي، رح نستضيفه بعد شوي في برنامج تعالوا نحكي موسيقى. رجعنا لبرنامج تعالوا نحكي موسيقى، معاي ريم ومعاي الفنان طارق وهبي. كيفك طارق؟ تمام، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ تمام التمام. طيب احنا عم نحكي اوبرا وهذا ملعبك، اول شيء عرفنا عنك. انا طارق وهبي، درست زمان بيانو وبعديها درست الأوبرا بإيطاليا، وغنيت بمسارح كتير، وجيت على بيت لحم سكنت فيها عشان أعلم، وبحب الأوبرا كتير جدا، والتقيت بالفترة الأخيرة بعازفة البيانو الكتير كتير رائعة ريم عودة عشان ترافقني في الأوبرا. حلو حلو. طيب ليش اخترت الأوبرا يعني؟ الأوبرا مش أنا اخترتها، لما كنت بعزف بيانو زمان المعلمة قالت لي طارق أنت بتحب الباس كتير، الباس كتير، اللي هو الباس اللي هو صوت الباس بالبيانو، صوت الباس الجهير بقولوا له. الجهير. فلما كنت أعزف لرخمانينوف الطبقة الوسطى بالواطية بالبيانو وكنت أغني معها، قالت لي طارق شو رأيك تدرس غناء كلاسيك؟ فبلشت أشتك بجوقات وبلشت أعمل كل شيء له علاقة بالجوقات. والكوندكتر قال لي طارق غني سولو، فغنيت سولو كتير بأشياء مثل ريكويم موزارت وريكويم هاندل وكل أشياء له علاقة بالفوكال كسولو. يعني في الأساس، في الأساس بلشت الأوبرا هو اللي اختارك يعني بالزبط بسبب خامة الصوت. بالضبط، رح نحكي عن خامة الصوت خلال الحلقة. أوكي. طيب في البداية معنا مغني أوبرا، كيف ناس نسمع أوبرا؟ طبعا. شو رأيك تسمعنا أول مقطوعة أوبرا وشو هي المقطوعة؟ المقطوعة
لابويم للموسيقى البوتشيني المؤلف، وهي عبارة عن مجموعة أصدقاء فقراء بالكريسماس أو بالليلة الباردة بباريس. هدول الفقراء بحاولوا يمشوا حالهم ويعيشوا أيامهم بصورة متواضعة جدا. الشاعر والتاجر والرسام واللي والمهيمن أو محب بحب الحب الرومانسي الرومانسية بالضبط اجتهم بهالليلة الباردة جدا. واحدة مريضة كتير وكهرباء عندهم مقطوعة، فبتيجي على عند الأربع شباب بدها مساعدة لحتى يجيبوا لها النور. فبتعرف عليها التنور وبحبها بس بعرفش انه هي مريضة. بالأخير بدها تموت للأسف الشديد. فصديقه كلينة بيضطر يبيع الجاكيت القديمة اللي عنده واللي عمرها من كتير كتير زمان، وبيغني لها لافيكيا سيمارا الجاكيت القديم تبعتي. حلو. انه بدي اوهبك وابيعك لحتى اشتري الدواء لصديقتي. اللي إلها قيمة معنوية إله، فيعني بيكون الاشي كتير هيك مؤثر وحزين. حلو. وهذا منحسه في صوت طارق طبعا. طيب احنا انت راح ترافقيه على البيانو. نعم. فراح نطلع نسمع الجاكيت القديمة ونرجع لكم. نحكي موسيقى، رجعنا وبعدنا عم نحكي أوبرا أنا وريم وطارق. شو كيف حاسين أول شيء؟ يعني أنا وطارق يعني حابين كتير إنه نوصل فكرة الأوبرا للناس، وكمان فكرة صوته، صوت طارق الجهير هذا اللي هالقد ضخم قبالنا. يعني إحنا مش متعودين نسمع هذا الصوت بضخامة هذا الصوت. قبل ما نفوت على أنواع الصوت وخامات الصوت في الأوبرا، نحكي عن الأوبرا، عن أنواع الأوبرا. بالضبط، هي الأوبرا دراما، والدراما هاي بتتقسم لعدة أشياء. يعني في منلاقي أوبرا ممكن تكون أوبرا سيريس جدية عن الحروب، عن الدين، عن القصص الموجودة كانت بهديك الحياة، شبيهة للقصص اللي كانت وقت ألفوا السيناريو وألفوا الموسيقى. منلاقي أوبرا هزلية كوميدية، منلاقي أوبرات بتحكي قصص وحكاية مثلا زي سندريلا والقصص هاي. فالأوبرا يعني بتتقسم يعني. بالضبط، فبتتقسم لعدة يعني أنواع فئات. طيب نحكي عن أنواع الصوت في الأوبرا. طارق بسم الله صوتك
جهوري وسمعناه بالفقرة الأولى. شو بتحكينا عن أنواع الصوت في الأوبرا؟ الصوت بيختلف من كل طبقة. مثلا النساء صوتهم كتير متنوع والرجال كمان صوتهم كتير متنوع. إذا بلشنا من البيس، صوت الرجال من بيس كتير واطي بسموه البيس الروسي، قد ما هو كتير عميق بسموه بروفوندو. بعديها البيس باريتون اللي هو طبيعة صوتي، بعديها الباريتون، والصوت الرجال العالي بسموه التنور. وإذا جينا على صوت النساء أوطى إشي اسمه الألتو، وبعديها الميتسو سوبرانو الأعلى، وبعديها السوبرانو العالي جدا. بس كل صوت له لون مختلف، وهذا اللي بيميز مغني عن مغني تاني. إذا حكينا عن المميزات، فشو بيتطلب أول شيء مميزات صوت الأوبرالي غير الصوت الطربي مثلا؟ الصوت أول شيء لازم يكون نعمة من ربنا، إنه هالصوت بس أسمعه أنا أو أي أستاذ موسيقى لازم يعرف إنه هذا الصوت بالمستقبل رح يكون للأوبرا أو للصوت الكلاسيك أو للعربي. فالأستاذ الموسيقى لازم يعرف كيف يميز الصوت عن الآخر، وينصح الطالب أو المغني شو أي اتجاه يأخذ، الأوبرا كلاسيك أو العربي الشرقي. وهذا بده تدريب كتير. هلأ الغناء الكلاسيك بده جهود كتيرة وسنين لحتى زي ما نقول يتبردخ أو يتمرن زي ما نقول هيك البنية الجسمانية إلها علاقة في الصوت؟ الغناء الكلاسيك بحاجة بنية جسمانية كبيرة كتير كتير، لأنه كله بيعتمد على الحجاب الحاجز اللي اسمه بالإنجليزي ديافرام، زائد الماسك، الغناء من منطقة الجبين. أنا بقوله صوت الرأس بالضبط، الماسك بحاجة أنه كمان يكون المغني بصحة جيدة ويتبع جميع الأساليب الحياتية الجيدة، وقاية كمان وقاية باله على سر بالزبط. ما يوكلش بطاطا البطاطا فعلا شوي بتعمل حساسية للصوت. هاي معلومة جديدة أنه البطاطا بتأثر على أنا بعد ساعة من قبل أنه في مغنيين كتير بأكلوا بطاطا. طيب هاي الأجواء الحلوة، حبينا نسمع هيك فقرة تانية بصوتك وبمرافقة ريم على البيانو. شو بدك تسمعنا الفقرة التانية في الأوبرا؟ الفقرة التانية راح أسمعكم من أوبرا زواج فيجارو لنوت سيدي فيجارو، وهي عبارة عن فيجارو عم بمزح مع كيروبينو، بقول له أنه أنت راح تروح على الجيش وتصير معتر أو تدوق المر هناك، تدعس في الوحل ويصير الحشرات يقرصوك من هون وهون، تعيش حياة أكتر فيها جنود تجنيد أكتر. فبطريقة استهزاء، لأنه كيروبينو هو عبارة عن طفل صغير ماخد دور الأنثى عشان يتنكر، وهو بحب الحياة أنه يلاقي لحاله أنثى، فمأهور من الفيجارو والكونت ودانا وسوزانا عشان القصة هاي، فهو بحب ياخد دور، فبقولهم نوم كون راي فرفلوني. طب زواج فيجارو هي تابعة لأي نوع من أنواع الأوبرا؟ أوبرا كوميك. كوميك يس، بس بنفس الوقت فيها شوية جدية، فيها زي ما تقول نقد من تحت الطاولة، يعني على قصة إنه الحاكم دايما لازم ياخد عروسة حدا تاني أو هاي الأمور اللي كانت الأساطير هاي كمان الأساطير. طيب نطلع نسمع ونرجع. Non più andrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle trovando riposo, nel cisetto ad uncino d'amor. Nelle belle trovando riposo, nel cisetto ad uncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girando,
delle belle trovando riposo dal cisetto ad uncino d'amor. Delle belle trovando riposo dal cisetto ad uncino d'amor. مكملين ببرنامج تعالوا نحكي موسيقى أنا وطارق وريم. عم نحكي كنا عن تاريخ الأوبرا وحكينا عن تقنيات الصوت. شو ممكن نقول عن دور الأوبرا؟ احنا بنرجع شوي لورا أكتر. في دور أوبرا اللي الكل بيسمع فيها وكتير مشهورة زي ما حكيت إنه بتروح على باريس بتشوف الكونكورد مبنى الأوبرا، الأوبرا المهمة في ميلانو لاسكالا، سيدني دار الأوبرا المشهورة اللي انت لما بتشوفها بتعرف انه هاي أستراليا مثلا سيدني، دار الأوبرا المصرية، في ملان دور أوبرا مهمة ولا لا يا طارق؟ في كتير دور أوبرا وخاصة بإيطاليا، نركز على إيطاليا لأنه مهد الأوبرا، فينيسيا، فلورنسا، في روما، في كتير كل بلد في إيطاليا إسبانيا. فيها بالضبط هي عمليا لما بنحكي عن تبادل ثقافات بنحكي انه كيف انتشرت حتى الأوبرا من إيطاليا لأوروبا بشكل خاص. صحيح. اللي هي من عمليا بلشت في إيطاليا بفلورنسا زي ما قلنا فلورنسا، ومن هناك بلشت في وكملت. أظن الأوبرا الألمانية الأولى اللي انطلبت من موتسارت لما راح يزور قصر استرهازي، فانطلب منه أنه يلحن أوبرا بالألماني، فهي كانت أول أوبرا باللغة الألمانية. حلو. وانتشرت الأوبرا يعني بأوروبا، وهي أصلاً يعني هي نشاط مش بيروحوا بيسمعوا وخلص بيروحوا، هو نشاط ثقافي ونشاط اجتماعي بالذات، يعني بيروحوا بيجتمعوا بيكون في زي استراحة بأكلوا مع بعض، بيطلعوا من الأوبرا بيحكوا عن الأوبرا بيحكوا عن قصة الأوبرا، كيف عنا ألعاب الفوتبول بيجتمعوا الشباب وبيحكوا عنها بدي مثال حي. كمان يعني وهذا انباع وهذا انشرى وهذا فوت جول وهذا أبصر شو، يعني هو إشي اجتماعي. وبالفعل الأوبرا كانت نشاط اجتماعي وثقافي يعني اللي بيجمع الحاسة البصرية والسمعية مع بعض. وكمان بحب أضيف إنه الأوبرا بزماناتها كانت بس للبرستيج، يعني تنعرض بقصور. بقصور. هلا في كتير قصور بأوروبا وخاصة بألمانيا إيطاليا، وبعد هيك صارت الأوبرا بيجوا عليها الناس بعد ما يشتروا تيكتات، يعني الأوبرا مدفوعة. يعني بنحكي على يعني هي بدها سبونسر، بدها أشخاص اللي هي يتبنوا العمل ماديا كمان تيطلعوا، أو هو بإنفاق من الحكام اللي كانوا موجودين، كيف بتصير كانت على الأقل إذا بنحكي زمان؟ الأوبرا كانت زمان طبعا تعتمد على الحكام وعلى القياصرة، إنه كل واحد كل قيصر كل حاكم له قصر معين، أو غني ثري جدا يقول لمغنين الأوبرا أو عازفين يجوا على القصر تبعه من القصور المليانة هلأ في أوروبا ويعرضوا قدامه الأوبرا الصغيرة. بس هلأ الأوبرا بتحكي مواضيع كبيرة، فالأوركسترا صارت كبيرة والمغنيين صاروا كتر، فصارت تنعرض بمسارح أوبرا بسموها دور الأوبرا. وهي كمان مدعومة من وزارة الثقافة، وأهم إشي شركات الأوبرا أهم إشي. طب أهمية، أنا بسمع مثلا إذا بنحكيها على الفنانين العرب مثلا دار الأوبرا، لما بروح بيغنوا في دار الأوبرا بيكون إشي كتير مهم، يعني هو برستيج. هل هو بيرجع على نفس الأساس اللي أنت حكيته موضوع البرستيج؟ يعني هل دور الأوبرا هي مرآة حلوة لناس تروح تغني فيها، لفنانين كبار يروحوا يغنوا فيها؟ طبعا أكيد، وحلم يمكن وحلم. هلأ دار الأوبرا المصرية حكايتها شوي مختلفة عن بقية العالم، لأنه مصر مش ثقافتها الأوبرا، لكن أيام الخديوي إسماعيل لما كتب أو لما افتتح قناة السويس على عهد الموسيقار يوسف أو جوزيب فيردي، العربي بنسميه يوسف، أهدى أوبرا اسمها عايدة. أوبرا عايدة. يس. وأول مرة عرضت هاي الأوبرا عايدة في أوبرا مصر. دار الأوبرا في مصر. بزرق. حلو. هاي معلومة حلوة كتير. طيب إحنا نحكي إسا عمليا عن تبادل الثقافات، خلينا نقول إذا بنحكي عن الموسيقى إحنا بنحكي تبادل الثقافات بشكل عام، بس إذا بنحكي عن الموسيقى بشكل خاص، هل تبادل الثقافات يعني لما أنا بشوف أوبرا في الناصري زي ما أنتوا عرضتوا قبل بفترة في الناصري وشفت العرض وكان ممتع وكان فيه عليه إقبال حلو، قديش هذا الإشي مهم
لتنمية الثقافة للمجتمعات نفسها. شو بتقول لي طارق؟ أول إشي ضروري جدا إنه نفرجي ثقافة مختلفة عن ثقافتنا الموجودة، ثقافة شرقية كل آلاتها عربية. هلأ الأصوات اللي بسمعها دائما أو المشهورة أصوات الشرقية والعربية، وفي بعض المغنيات السوبرانو الرائعات جدا اللي بيحيوا حفلات. هلأ ممكن كشاب زي باس باريتون أوبرا إنه ما يكونش معروف كخامل صوت بهالبلاد، يغني عربي أو يغني أوبرا، يعرف المجتمع شو هي الأوبرا وشو هي كلمة آريا اللي هي جزء من الأوبرا، وشو يعني إنه يغني عربي بصوت أوبرالي بتكنيك أوبرالي بالضبط. وهذا الشيء كتير أنا متحمس له، وكمان لقيت تشجيع كبير 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 من الرائع عريم. على فكرة احنا يعني جزء من لما احنا قعدنا نحضر للحلقة يعني كان مهم لإلنا في الأساس هو شوية تذويت الأوبرا للمجتمع تبعنا، لمجتمعنا العربي. صحيح. على المدارس والمعاهد الموسيقية شو بدك تحكي لنا؟ بما انه الشغل مش انا بهمني انا بهمني انه نسمع كمان عن 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 خلينا نقول عن الموسيقى بشكل خاص، قديش مهم يكون في بال بال بثقافتنا هي موسيقى كل الوقت في المدرسة. يعني الياس أنا بدي أحكي عن تجربة شخصية. أنا يعني بعلم في مدرسة جيل كبير، يعني جيل 16-17 إلي سنين طويلة، وشايفة يعني مرحلة مرحلة شو الإشي اللي الطلاب أو شبابنا بيسمعوه. إحنا وصلنا لأكتر يعني فترة أنا بعيدة كليا عن إيش الشباب بيسمعوا. أوكي، أنا كمربية موسيقى كمعلمة موسيقى بحاول أوسع الثقافة هاي وأكمل تبادل الثقافات هاي بإطار الثقافة العربية، يعني الموسيقى العربية، يعني إنه نعرفهن على أغاني اللي أنا ربيت عليها، اللي أنا بالنسبة لإلي مفهوم ضمن تعرفوها ما بيعرفوها. فأنا يعني رسالتي أو رسالة كل شخص اللي هو بتعامل بالموسيقى مع الشباب مع الأطفال مع الكبار مع أي حدا مع أي إنسان إنه يوسع له ثقافته بالآخر. يعني عمليا إحنا مش بس بنحكي تاريخ أو نشأة الموسيقى أو تاريخ الموسيقى، كمان نحكي كيف نوجهها للجيل الصغير، وبهذا الجيل الصغير لما يعني بيعرف موسيقى صح يتذوقوا أشياء مختلفة، لما بيسمعوا صح موسيقى ساعتها جيل عن جيل كمان الجيل اللي بعده راح يأخذ هذا. أنا متأكدة إني أنا أثرت بكتير صبايا، وأنا هذا أكيد إشي أكيد يعني أكيد. طيب إحنا نحكي كمان حقائد. إحنا جزء من حلقتنا كمان الغناء كان في معهد المانيفيكات، شو بدك تحكي لنا عن هذا المعهد؟ مدرسة المانيفيكات هي من أحسن المدارس اللي أنا علمت فيها وبعلم فيها. عبارة عن مدرسة المدير تبعها راهب فرانسيسكاني اسمه ألبرتو، وبتدحت في عدة صفوف وبعطوا نظام سولفيج وكل الأشياء اللي بتخص الآلة الموسيقية. وبعد ما يخلصوا نظام 8 سنين أو 10 سنين حسب قدرة الطالب بياخد نظام البروبيديوتيك اللي هو ما قبل الجامعة. وبعديها حسب امتحان القبول بتيجي الفرقة المحكمة أو الجوري تبع إيطاليا فيتشينسا. فيتشينسا بالضبط، فيتشينسا بإيطاليا. بيجوا وبيشوفوا شو المستوى تبع الطلاب وهل هن قابلين أو قادرين يكونوا في امتحان التجربة للأكاديميك، بسموها الأميسيوني لدخول نظام الأكاديمي. في حال أوكي كملوا النظام الجامعي، في حال مش أوكي بيضلهم يعيدوا ويزيدوا حتى يكونوا على القدرة لدخول النظام الأكاديمي. وهاي من بعد 3 سنين أو 4 سنين بياخذوا الشهادة معترف فيها من الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، معترف فيها من جامعة أريغو بيدرولو بفيتشنسا. حلو، عمليا هاي استمرارية لموضوع المدارس. يعني عمليا إذا إحنا بنوصل للجيل الجديد إنه يصلوا ليسمعوا صح، أكيد راح تلاقي نسبة منهن كمان يتوجهوا للموسيقى، لأنه بالنهاية الأوبرا هي امتداد أو الغناء الكلاسيكي امتداد أول شيء للموسيقى للثقافة الموسيقية اللي موجودة عند كل طالب وطالب. وكمان بحب أضيف أنه أنا كمان في معلمة كتير راقية اسمها جوليانا متيني لحد هلأ بتعلمني، وهي علمتني كمان،
وهي اكتشفت الصوت تبعي ووجهتني أكتر بدل ما أغني مثلا الطبقات العالية بغني الباس باريتون، فصرت مفتخر بصوتي أكتر وبغني الأشياء المنيحة. اسمها جوليانا متيني، بكن لها كل احترام والحب. هذا الوفاء للتعلمين. احنا كليات يعني لعنى هذا الوفاء. أنا قصدي كمان على قصة التعليم والمدارس، أنه أنت يمكن بتتوجه لطالب أو لطالبة، بس هذا الطالب له أهل، له إخوة، فأنت ممكن من خلال شخص تفتح عدة أشخاص. وهذا الإشي كمان أنا بشوفه حلو. يعني بنقلوا الموسيقى أو المعلومة أو الأغنية للعيلة، لإخوتهن، لخواتهن، لأقربائهن. فهذا الإشي كتير بلاحظه أنا في شغلي كمان. بالضبط. كمان بحب أضيف أنه دور العائلة، الأب والأم، دور كبير كتير لمساعدة أطفالهم لدراسة الموسيقى وتشجيعهم، سواء عربي أو غربي، بس تشجيع الموسيقى والفن صحيح. بشكل عام، لأنه هي الأم بالآخر أول معلمة موسيقى لأطفالها يعني. صحيح صحيح. لما بتغني لهم. على فكرة أنا أغلبية الفنانين اللي بسمع قصص حياتهم حتى الكلاسيكيين دائما كان في موضوع الأهل هو جانب مهم في أساسياتهم في الموسيقى. زي ما أنا بشكر أهلي كمان على دعمهم طبعا، لولاهن يعني. طيب وأنا هنا بدوري حبيت أشكرك أول شيء على استضافتك لإلي، وطارق شكرا لوجودك معنا في البرنامج تاع نحكي موسيقى. حكينا كتير حلو اليوم، حكينا موسيقى، حكينا أوبرا، حكينا تاريخ، فبشكرك وبشكر طارق. وشو رسالتك طيب لكل اللي عم بسمعونا وبشوفونا؟ أول شيء أنا كمان بشكر والدتي على تشجيعها الدائم لإلي وإخوتي. أكيد رسالتي إنه الغناء هو حرفة بتبلش من الهواية، فبشجع إنه كل المغنيين والمغنيات ياخدوها عن حرفة ويدرسوها بأسلوب كتير بروفيشنال عشان يقدروا يقولوا إنه الغناء فعلا مش مجرد هواية، إشي تقيل وبنقدر الواحد يكون له مستقبل فيها. حلو. ريم شو رسالتك للي بيسمعونا وبشوفونا؟ أنا يعني بحب أطلب أو بحب إنه يكون كل إنسان عنده قابلية وقبول لحضارات مختلفة إنه يسمع. يعني مثلا الأوبرا بالذات لما بتقول أوبرا لأي إنسان أول إشي بقول هذا الصياح أو هذا الصريخ، فلا يعني حلو الواحد إنه يسمع برنامج عن الأوبرا، يفهم شو هي الأوبرا، وبركي عن جد إنه على الأقل تقبلها أو فهمها، مش يحكي عن شو هو بيعرف يعني قصص سمعها أو. وكمان بحب كمان أضيف الحكي الحلو اللي حكته ريم إنه الأوبرا مش صراخ. لا مهم هذا. لا سوبرانو ولا الباس هو صراخ، هو عبارة عن بروفيشنال ساوند اللي معظم الناس مش متعودة تسمعه، لكن بس تفوت في تفاصيله أكيد رح تحبه وتعشقه. وهذا فكرة اللي اكتشفته بدنا نعمله يعني. اللي اكتشفته أنا في الأوبرا، في غناء الأوبرا، من خلال كمان أدائك اللي عملناه خلال الحلقة، إنه في مشاعر كتير. يعني التعبير عن المشاعر بكل تفاصيل الوجه والجسم والحركة والصوت طبعا. تنساش لأنها مسرحية غنائية يعني. حسيتها كتير. طيب شكرا لكم. شكرا لك كمان. شكرا لك. من برنامج تعالوا نحكي موسيقى ومن الأوتس كنت معكم أنا الياس مرجية، ومنشوفكم على خير بحلقات جاي. تعالوا نحكي موسيقى.